بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 59 بعد 100 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى ببحر العلوم للإمام الفقيه نصر بن محمد بن أحمد أبي الليث السمرقندي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله تعالى في سورة فاطر: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ثم قال الله عز وجل: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، يعني غيب ما يكون في السماوات والأرض، يعني يعلم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إنه عليم بذات الصدور، يعني عليم بما في قلوبهم، ويقال عالم بما في قلوب العباد من الخير والشر. ثم قال الله عز وجل: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يعني قل لهم يا محمد للكفار: الله تعالى جعلكم سكان الأرض من بعد الأمم الخالية، ولا يزال الناس إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يخلف بعضهم بعضا. لذلك يعني الناس يقولون: لو دامت الدنيا لأحد، يعني لو ما وصلت إليك، لو دامت لغيرك لم تصل إليك. الدنيا لا تدوم لأحد، لو دامت الدنيا لغيرك ما وصلت إليك، فكما أنك ورثت الدنيا عن غيرك كذلك سيرثها غيرك عنك، والعاقل من اتعظ بغيره. فمن كفر بتوحيد الله عز وجل فعليه كفره، يعني عاقبة كفره وعقوبة كفره. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، وهو يعني المقت الغضب الشديد الذي يستوجب العقوبة، يعني لا يزدادون في طول أعمارهم إلا غضب الله تعالى عليهم. وكذلك يعني لذلك أنت عندما تدعو لإنسان بطول العمر ادعو له بطول العمر مع العافية، مع العافية في دينه ودنياه. أن هناك أناس يطول عمرهم وتسوء أعمالهم والعياذ بالله، فتكون الأعمار الطويلة وبالا عليهم وزيادة شؤم عليهم. وهناك أناس تطول أعمارهم وتزداد أعمالهم صلاحا واستقامة، ومن الناس من تقصر أعمارهم ويبارك الله عز وجل فيها. وهناك أمثلة كثيرة لمن قصر عمله
وكثر عمله بارك الله له في عمره. وكذلك أناس طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمالنا وأن يرزقنا الاستقامة وما يرضيه عنا ظاهرا وباطنا سرا وعلانية. آمين آمين. الله. وقال الزجاج: المقت أشد الغضب، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، يعني غبنا في الآخرة وخسرانا. ثم قال الله عز وجل: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، يعني تعبدون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني أخبروني أي شيء خلقوا مما في السماوات أو مما في الأرض من الخلق. وقال القتبي: من بمعنى في، يعني أروني ماذا خلقوا في الأرض. من هنا قال بمعنى في، أروني ماذا خلقوا في الأرض، يعني أي شيء خلقوا في الأرض كما خلق الله عز وجل. أم لهم شرك في السماوات، يعني عون، أم لهم شرك يعني عون، أعانوا الله، يعني أعانوا الله على خلق السماوات والأرض. يعني هم الآن يسألهم، هم يدعون يعبدون، فأنتم لماذا تعبدون؟ هذا هؤلاء الذين تعبدونهم، هل خلقوا شيئا في الأرض، أو هل أعانوا الله عز وجل على خلق شيء؟ الجواب منهم لا. ويقال نصيب في السماوات، يعني أم لهم شرك أم لهم نصيب في السماوات. اللفظ لفظ الاستفهام والشك، والمراد به النفي، يعني كاستفهام إنكار، ينكر عليهم ذلك وينفي هذا، يعني ليس لهم شرك في السماوات وهم يعتقدون هذا. ثم قال: أم آتيناهم كتابا، يعني أعطيناهم كتابا. اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به النفي أيضا، يعني ليس لهم كتاب فيه حجة على كفرهم فهم على بينة منه. أم آتيناهم كتابا، يعني هل أعطيناهم كتابا وهذا الكتاب فيه دليل وحجة وبرهان على أنهم مصيبون في عبادة واتخاذ الشركاء مع الله فهم على بينة منه، يعني ليسوا على بيان مما يقولون. لا، لماذا قال ليسوا؟ أنه كما قال قبل قليل الاستفهام المراد منه النفي. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم في رواية حفص: على بينة بغير ألف. وقرأ الباقون: بينات بلفظ الجماعة ومعناهما واحد، لأن الواحد ينبئ عن الجماعة. ثم قال الله تعالى: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، يعني ما يعد الظالمون بعضهم بعضا، يعني الشياطين للكافرين من الشفاعة لمعبودهم، إلا غرورا يعني باطلا. قوله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض، يعني يحفظ السماوات والأرض أن تزولا، يعني لئلا تزولا عن مكانهما. ولئن زالتا، إذن الإمساك هنا إن الله يمسك السماوات والأرض، الإمساك ليس كما يتبادر إلى الأذهان بأن تأخذ الشيء هكذا، ليس هذا الإمساك يمسك السماوات والأرض بيديه سبحانه وتعالى، قال لا، ليس هذا المراد.
إن الله يمسك السماوات والأرض، يعني يحفظ السماوات والأرض أن تزولا، يعني لئلا تزولا عن مكانهما. ولئن زالتا، يعني يوم القيامة، إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني لا يقدر أحد أن يمسكهما. ويقال لئن زالتا، يعني إن زالتا في الحال وهما لا يزولان، إنه كان حليما، عن قول الكفار حيث قالوا لله ولد، فكادت السماوات والأرض أن تزولا من هذا القول العظيم الجلل المنكر. إن كادت، فكادت السماوات والأرض أن تزولا، يعني غيظا وبغضا لهذا القول، فأمسكهما الله عز وجل بحلمه فلم يزولا، إنه كان حليما غفورا، يعني متجاوزا عنهم إن تابوا، إنه كان حليما غفورا. الله. ويقال غفورا حيث لم يعجل عليهم بالعقوبة، وأمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقوله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني كفار مكة كانوا يعيرون اليهود والنصارى بتكذيبهم أنبياءهم، وقالوا لو أرسل الله عز وجل إلينا رسولا لكنا أهدى من إحدى الأمم، وكانوا يحلفون على ذلك. فذلك قوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم، فكل من حلف بالله فهو جهد اليمين. وهذا نرى أحبابنا، يوجد كثير من الناس يقول فلان عنده كذا وكذا، لو كان الذي عنده عندي لفعلت كذا وكذا. فبعد فترة من الزمان نجد أن الذي كان عنده صار مثله عند زيد المدعي، ولكنه ما غير ولا بدل ولا حول أيضا، فقط إنما هي أماني. وهذا يلاحظه كثير من الناس من نفسه، يلاحظه من نفسه، يقول لئن صار معي كذا لأفعلن كذا، فيصير فلا يفعل. فهو يعد الله عز وجل، يعد الله عز وجل سرا لا بلسانه، أو ربما يكون بلسانه، يقول لئن صار معي كذا لأفعلن. يعني مثلا أقول عن نطاق طلاب العلم، لئن لو كان عندي مكتبة مثلا كتبا لما غادرت البيت، لكنت معتكفا على الكتب. يشتري كتبا ويجعل عنده مكتبة، وبعد ذلك تجده لا يطالع كتابا ولا يقرأ. لو أنني ذهبت إلى المكان الفلاني لجالست العلماء وقرأت عليهم، ولما تركت عالما إلا وانتفعت به، فيأتي ويذهب ثم يرجع فيلهو ويلعب ولا يجالس العلماء ولا ينتفع بهم. هذا حال كثيرين. لئن أعطاني الله عز وجل مالا لأنفقن ولأساعدن الفقراء والمحتاجين، يأتي المال فيمسكه ويبخل به. وهكذا هذا حال كثيرين من الناس. إذن أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، يعني رسول، ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني أصوب دينا من اليهود والنصارى. فلما جاءهم نذير وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما زادهم إلا نفورا، يعني ما زادهم الرسول إلا تباعدا عن الهدى. قوله عز وجل استكبارا في الأرض، يعني تكبرا في الأرض. استكبارا مفعول
مفعول المعنى زادهم الرسول استكبارا، يعني الحق الأصل، الأصل أحبابنا أن الحق، الحق يزيد الإنسان تواضعا. هؤلاء لما جاءهم الحق كانوا متكبرين فزادهم الحق تكبرا. لذلك المعصوم عليه الصلاة والسلام لما عرف الكبر قال الكبر بطر الحق، بطر الحق، رفض الحق. يعني ما زادهم الرسول إلا تباعدا عن الهدى. قوله عز وجل استكبارا في الأرض يعني تكبرا في الأرض. طيب قال المعنى زادهم الرسول تكبرا، وهذا كقوله ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وكان القرآن سببا لخسرانهم فأضاف إليه. ثم قال ومكر السيء. يقول قول الشرك واجتماعهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو، هذا هو مكر، المكر السيء. ولا يحيق، قال استكبارا في الأرض ومكر السيء. قرأ حمزة ومكر بجزم، بجزم الهمز وليس الياء، بجزم، عندي مكتوب بجزم الياء، لا بجزم، ومكر السيء بجزم الهمزة يعني في الوصل، في الوصل يجزمها، يعني يقرأها بهذا الشكل استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا، لا يكسرها. قرأ حمزة ومكر السيء بجزم الهمز، وقرأ الباقون بالكسر لتبيين الحروف، وجزم حمزة لكثرة الحركات، وجزم حمزة الهمزة يعني لكثرة الحركات. ثم قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني عقوبة المكر إلا بأهله، يعني لا يدور وينزل المكر السيء إلا بأهله، يعني عقوبة المكر ترجع إليهم. ثم قال فهل ينظرون، يعني ما ينتظرون، إلا سنة الله، يعني عقوبة الله، عقوبة الأمم الخالية، أن ينزل بهم مثل ما نزل بالأولين. يعني هل ينتظرون إلا مثل ما نزل بالأمم السابقة من البلاء والهلاك؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، يعني لصنعة الله، لصنعة الله عز وجل، ويقال لملة الله، ويقال لسنة الله في العذاب تبديلا، يعني لا يقدر أحد أن يبدله. ولن تجد لسنة الله تحويلا يعني تغييرا، يعني لا يقدر أحد أن يغير فعل الله تعالى. ثم وعظهم ليعتبروا، فقال الله عز وجل أولم يسيروا في الأرض، يعني أولم يسافروا فينظروا فيعتبروا كيف كان عاقبة، يعني آخر أمر الذين كفروا من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة يعني منعة، وما كان الله ليعجزه من شيء يعني يفوته من شيء، ويقال لا يقدر أحد أن يهرب من عذابه في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما، عليما بخلقه بأنه لا يفوت منه أحد، قديرا يعني قادرا عليهم بالعقوبة. قوله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يعني لو عاقبهم بذنوبهم مباشرة بعد الانتهاء من المعصية تأتي العقوبة مباشرة دون إمهال ودون حلم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، يعني على ظهر الأرض من دابة، يعني لهلكت الدواب من قحط المطر. قال قتادة ما ترك على ظهرها من دابة
إلا أهلكهم كما أهلك من كان في زمان نوح عليه السلام. ويقال من دابة يعني من الجن والإنس، فيعاقبهم بذنوبهم فيهلكهم. وقال مجاهد: لذلك لما جاءت تلك المرأة إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وكان قد أمس ألقي القبض على ولدها وكان قد سرق، وأراد أن يقيم عليه الحد، حد قطع اليد، فقالت له: يا أمير المؤمنين، والله هذه أول مرة يسرق، سامحه. قال: كذبتي، ما كان الله ليأخذ الإنسان بأول ذنب، بأول فعل. الباري عز وجل من سنته أنه يمهل العباد ويحلم عليهم مرة مرتين ثلاثة أربع، لما يتمادى يأخذه بعد ذلك ويفضحه. هذه سنة الله عز وجل. الله. قال: ما ترك على ظهرها من دابة، يعني من هوام الأرض من العقل. يعني لذلك أحبابنا، إذا الواحد منا فعل المعصية مرة فستره الله عز وجل، لا يغتر بذلك ويتجرأ ويفعلها مرة ثانية ومرة ثالثة، ويقول: أنا أتخذ الاحتياطات ولا أحد يعرف يرى ولا أحد، يعني قولك لا أحد يراني ولا أحد يعلم، وأنت تفعل هذه المعصية، هذا من أعظم الذنب، هذا من أعظم الذنب، حيث إنك يعني جعلت علم الله بحالك، جعلت الله أهون الناظرين إليك، وجعلت الله أهون المطلعين عليك، فأنت يعني تتحفظ من أن يعلم الناس حالك السيء، ولا تتحفظ بأن يراك الله عز وجل على هذا الحال المشين. فالباري يسترك مرة ومرتين وثلاث وأربع، وبعد ذلك والعياذ بالله تأتي الفضيحة على رؤوس الأشهاد. فلذلك من وقع بزلة يرجع إلى الله بالندم والتوبة والاستغفار والإصرار على عدم العودة، أن يصر على أنه لن يرجع إلى هذه المعصية، فيقبله الله عز وجل مع التائبين. وقال مجاهد: ما ترك على ظهرها من دابة، يعني من هوام الأرض من العقارب ومن الخنافس. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كاد الجعل دابة دويبة صغيرة، كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم. ثم قرأ: ولو يؤاخذ الله الناس الآية. وورد أظن ورد من ورد ورد أو سبق مرة معنا من أن سيدنا سليمان عليه السلام مر بنملة تدعو فتقول: اللهم لا تهلكنا بذنوب بني آدم، لا تهلكنا بذنوب بني آدم. فالحشرات والدواب والبهائم تتضرع إلى الله عز وجل بأن لا يكون هلاكها بسبب ذنوب بني آدم. فقد يسقى الناس لا لأنهم صالحون ولا لأنهم محسنون، قد يسقى الناس بسبب البهائم التي من حولهم، بسبب الدواب التي تعيش معهم، يسقون بغيرهم. قال ثم قرأ: ولو يؤاخذ الله الناس. والعرب تكني عن الشيء إذا كان مفهوما، كما كنها هنا عن الأرض، كقوله: ما ترك على ظهرها، وإن لم يسبق ذكر الأرض. ثم قال: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يعني الميعاد الذي وعدهم الله تعالى، ويقال إلى الوقت الذي وقت لهم في اللوح المحفوظ. فإذا جاء أجلهم، يعني إلى انقضاء حياتهم، ويقال هو البعث. ثم قال: فإن الله كان بعباده بصيرا، يعني عالما بهم وبأعمالهم.
روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال: لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه قال كعب: لو دعا الله عمر لأخر في أجله. الله، لو دعا الله عمر لأخر في أجله. فقال الناس: سبحان الله، أليس قد قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ فقال كعب: وقد قال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال الزهري: فيرون أن ذلك ما لم يحضر الأجل، فإذا حضر لم يؤخر، وليس أحد إلا وعمره مكتوب في اللوح المحفوظ. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سورة ياسين. مولانا. نعم فضل. مولانا، مثلا إن جاء عقاب الله تعالى، هل هذا من إمتحان أم هذا من عذاب؟ كيف نعرف مولانا؟ ما فهم كيف؟ يعني مثلا إن جاء عقاب الله تعالى، هل هذا من أجل إمتحان أم من أجل عذاب؟ كيف نعرف مولانا؟ عندما ينزل البلاء، مثل هذه الزلازل التي الآن تحدث، الزلزال الذي ضرب تركيا، جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، وحصل دمار ومات أناس وتضرر أناس كثير. الناس كما تعلم صالح وطالح: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هكذا يقول القرآن. فالناس صالح وطالح، فالطالح الفاسد العاصي ينزل البلاء عقوبة له ليريح الله الأمة من شره. أما الصالح فينزل البلاء عليه امتحانا وتكفيرا لذنوبه ورفعا لدرجاته. ويعني سمعنا ورأينا، وكلكم سمع ورأى، يعني أناسا ابتلوا وأظهروا أعلى درجات الصبر والرضا عن الله سبحانه وتعالى، فيكون بلاء وعقوبة وعقوبة على من فسد وطغى وعصى، ويكون يعني ابتلاء وأقول رحمة وكفارة لذنوب ورفعا لدرجات من كان صالحا، من كان صالحا. ويكفي أنه إن كان صالحا، إن كان صالحا، يعني أنت الآن، أنت عندما تنام، تنام وتعزم في قلبك أن غدا ستتابع طلب العلم والدعوة، تتابع الدعوة إلى الله عز وجل، وعندك برنامج: غدا سأقرأ القرآن وسأحفظ الأحاديث الفلانية، سأحضر الدروس الفلانية، سأعلم الأشخاص. عندك برنامج أنت يومي تفعله في الدعوة إلى الله. فأنت عندما تنام، عندما تنام، تنام وأنت عازم في اليوم الثاني على فعل هذه الخيرات وهذه الطاعات. فعندما جاء الزلزال ونام وهو عازم غدا على فعل الخيرات وفعل الطاعات، ومات، مات شهيدا، مات شهيدا، ويبعث يوم القيامة على نيته. أما الذي مات وهو عازم في الغد على أن يفعل المعصية الفلانية، وعلى أن يؤذي فلان، وعلى أن يضر بفلان، وعلى أن مات هذا الإنسان والعياذ بالله، وإن مات بالهدم، هذا الإنسان مات على شر، هذا مات على سوء، ختم له بسوء هذا، لأنه مات وهو عازم، عازم على فعل المنكرات. فكل واحد منا يعني يموت على ما نوى، ويبعث على ما ختم له، ويبعث على ما نوى. فلذلك السعيد منا من ينوي يجلس هكذا ويضع مشروع في الدعوة إلى الله عز وجل،
ينوي ويعزم على ذلك مشروع أبدي. لو عشت 100 سنة لأفعلن كذا وأقرأن كذا ولأدعون الناس إلى الله ويفعل مشاريع. فإذا مات على هذه النية الصالحة ويبعث عليها ويثاب على ذلك، وعلى الطرف النقيض الشخص الذي كذلك يخطط لفعل منكرات ومفاسد والعياذ بالله، ويمكر بالآخرين ويخطط لإيذاء الناس، ثم هذا يموت والعياذ بالله، هذا يبعث كذلك على هذا المنكر الذي كان يخطط له. شكرا لكم على هذا. قال سورة ياسين كلها مكية وهي 83 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. قوله سبحانه وتعالى ياسين قرأ حمزة بين الكسر والفتح، وقرأ الكسائي بالإمالة، وقرأ الباقون بالفتح، وقرأ ابن عامر والكسائي ياسين والقرآن مدغم النون، مدغم النون. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وحمزة بإظهار النون، وكل ذلك جائز في اللغة. وقرئ في الشاذ ياسين بنصب النون ومعناه أتل ياسين، ياسين يعني فت بنصب النون، لأن ياسين اسم السورة وقراءة العامة بالتسكين، تسكين النون ياسين، لأنها حروف هجاء. لاحظ ياسين حروف هجاء، يا سين ياء وسين، ياسين يا تمد بحركتين وسين تمد بست حركات، ولا تحتمل الإعراب، مثل قوله تعالى ألف لام ميم. وروي عن ابن عباس في تفسير قوله ياسين يعني يا إنسان بلغة طي. وهكذا قال مقاتل عن قتادة والضحاك. وروي عن محمد ابن الحنفية أنه قال ياسين يعني يا محمد، فجعل كلمة ياسين هي يا إنسان، فجعلها كأنها كناية عن سيدنا محمد، أو جعلها صلى الله عليه وسلم، أو جعلها اسما، اسما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الذي ذهب إليه الجمهور أن ياسين هي عبارة عن حرفين الياء والسين. البعض الآن يعني هذه الرواية عن، وذهب بعض المفسرين إلى أن ياسين اسم، وإن كانوا قلة إلى أنها اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور والذي عليه الأكثر أن ياسين عبارة عن حرفين الياء والسين. وروى معمر عن قتادة قال ياسين اسم من أسماء القرآن، ويقال افتتاح السورة يعني كما قلنا عبارة عن حرفين. وقال مجاهد هذه فواتح السور يفتتح بها كلام رب العالمين. وقال شهر ابن حوشب قال كعب ياسين قسم أقسم الله تعالى به قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام. يا محمد، نعم، يعني العلماء في أي شأن يعتمدوا يعني ياسين يعني يا إنسان مثلا يا محمد، هل هناك روايات مولاي؟ قال لك يا أستاذ، قال لك ياسين، قال ابن عباس ياسين يا إنسان بلغة طي، لغة عربية، هذه لغة من لغات العرب، لغة طي، هم يقولون يا إنسان يقولون ياسين،
فياسين بلغة طي يا إنسان، واضح؟ نعم نعم. ولما قال محمد بن الحنفية، قال محمد بن الحنفية من التابعين، لما قال ياسين قال يعني يا محمد، جعل ياسين اسما علما على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التابعين. طيب قال قال كعب ياسين قسم أقسم الله تعالى به قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، يا محمد إنك لمن المرسلين. وقال ابن عباس في قوله والقرآن الحكيم، إذن الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن ياسين هي من الحروف التي افتتح الله بها بعض السور، يا الياء والسين، وذهب بعضهم إلى أن ياسين وهي رواية عن ابن عباس يا إنسان بلغة طي، وذهب آخرون أو بعضهم إلى أنها أن ياسين اسم لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يصح، لا يصح أبدا، أو أقول من الجهل، من الجهل أن ننكر على من سمى ولده ياسين وهو يظن أن ياسين اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قال به بعض السلف الصالح، فلا يصح أن تنكر عليه وأن تتهمه بالجهل، بل أنت الجاهل، لأنك أنكرت، أنكرت ما ثبت عن بعض علماء هذه الأمة. الله. وقال ابن عباس في قوله والقرآن الحكيم أي أحكم حلاله وحرامه وأمره ونهيه، ويقال حكيم يعني محكم من التناقض والعيب، ويقال الحكيم أي الحاكم كالعليم يعني العالم، يعني القرآن حاكم على جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى من قبل، فكل ما موجود هو موجود الآن في الكتب، التوراة والإنجيل والزبور، الكتب هذه كل ما كما فيها من عقائد يخالف القرآن فهو باطل، فالقرآن يصوب الكتب السابقة، مصوب لها، لذا كان حاكما عليها. إنك لمن المرسلين، فهذا جواب القسم، ومعناه يا إنسان. ومعناه يا إنسان. الله. ومعناه يا إنسان والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، يعني رسولا كسائر المرسلين، جوابا لقولهم لست مرسلا. طالما قال معناه يا إنسان كما قال محمد ابن الحنفية، المراد بها من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فيا إنسان يعني يا محمد، يا إنسان يعني يا محمد إنك لمن المرسلين والقرآن الحكيم، يعني يا إنسان والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، يعني رسولا كسائر المرسلين، جوابا لقولهم لست مرسلا على صراط المستقيم، يعني على طريق الإسلام، أنت إنك لمن المرسلين وعلى صراط مستقيم أيضا، تنزيل العزيز الرحيم. ثم قال الله عز وجل تنزيل العزيز الرحيم، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في إحدى الروايتين تنزيل بضم اللام، ومعناه هذا القرآن تنزيل، أو هو تنزيل العزيز الرحيم.
وقرأ الباقون تنزيلا بالنصب ومعناه نزله تنزيلا فصار نصبا بالمصدر. لتنذر يعني لتخوف بالقرآن قوما ما أنذر آباؤهم يعني لم ينذر آباؤهم ولم يرسل إليهم رسولا منهم فهم غافلون عن ذلك. ويقال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم يعني كما أنذر آباؤهم الأولون فهم غافلون عن ذلك يعني عما أنذر آباؤهم. ثم قال الله عز وجل لقد حق القول أي وجب القول بالعذاب على أكثرهم أي على الكفار. ويقال لقد حق القول وهو قوله جل وعلا لأملأن جهنم. ويقال القول كناية عن العذاب أي وجب عليهم العذاب فهم لا يؤمنون يعني لا يصدقون بالقرآن. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا قال مقاتل وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليدمغنه بحجر فأتاه وهو يصلي فرفع الحجر ليدمغه ليضربه به فيبست يده إلى عنقه والتزق الحجر بيده ورجع إلى أصحابه فخلصوا الحجر من يده. ورجع آخر ورجل آخر من بني المغيرة أتاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله فطمس الله على بصره فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم وسمع قوله فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه. فذلك قوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. وذكر في رواية الكلبي نحو هذا. وقال بعضهم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا أي جعلنا أيديهم ممسكة عن الخيرات مجازاة لكفرهم. لذلك قال علماؤنا ثواب الطاعة طاعة مثلها يعني أنت إذا فعلت طاعة الله وكنت صادقا مخلصا وطاعة صحيحة يثيبك الله عز وجل بأن تفعل طاعة بعدها وعقوبة المعصية معصية بعدها. فعلت معصية تعاقب إما بحرمان طاعة أو بوقوع معصية بعدها أيضا وهكذا تتوالى المعاصي على العصاة وتتوالى الطاعات على الطائعين. لذلك قال الله قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا أي جعلنا أيديهم ممسكة عن الخيرات ليه؟ مجازاة لكفرهم. عقوبة المعصية معصية وجعلنا من بين أيديهم سدا أي حائلا لا يهتدون إلى الإسلام ولا يبصرون الهدى. وقال بعضهم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا يعني أيديهم ولم يذكر في الآية اليد وفيها دليل لأن الغل لا يكون إلا باليد إلى العنق تغل الأيدي إلى الأعناق تربط هكذا بالأغلال بالقيود. فلما ذكر العنق فكأنما ذكر اليد. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قرأ إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا وقرأ بعضهم في أيديهم. وكل ذلك يرجع إلى معنى واحد لأنه لا يجوز أن يكون الغل بأحدهما دون الآخر كقوله سرابيل تقيكم الحر ولم يذكر البرد لأن في الكلام دليلا عليه. ثم قال فهي إلى الأذقان أي تلك الأغلال إلى الأذقان فهم مقمحون أي الحنك الأيسر مقمحون أي رافع الرأس إلى السماء غاض الطرف لا يبصر موضع قدميه والعياذ بالله. قال قتادة أي مغلولين عن كل خير. ثم قال عز وجل
وجعلنا من بين أيديهم سدا أي ظلمة ومن خلفهم سدا أي ظلمة فأغشيناهم بالظلمة فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم يعني خوفتهم. اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به التوبيخ. سواء وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني سواء خوفتهم أم لم تخوفهم فهم لا يؤمنون يعني لا يصدقون. وإنما نزلت الآية في شأن الذين ماتوا على كفرهم أو قتلوا على كفرهم. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص سدا بنصب السين في كلاهما، وقرأ الباقون بالضم سدا، وقال أبو عبيدة قراءتنا بالضم لأنهما من فعل الله تعالى وليس من فعل بني آدم، وقال القتبي المقمح الذي يرفع رأسه ويغض بصره، يقال بعير قامح إذا روي من الماء فقمحت عيناه، وقال والسد الجبل فأغشيناهم قال أعمينا أبصارهم عن الهدى. ثم قال الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر، يعني تخوف بالقرآن من اتبع القرآن، يخاف ويقبل التذكير بالقرآن من آمن بالقرآن، من اتبع الذكر يعني من قبل الموعظة وسمع القرآن، وخشي الرحمن بالغيب هذا الذي يقبل، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وخشي الرحمن بالغيب يعني أطاعه في الغيب، فبشره بمغفرة في الدنيا وأجر كريم في الآخرة. ثم قال الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى يعني نبعثهم في الآخرة، ونكتب ما قدموا يعني نحفظ ما عملوا وما أسلفوا من أعمالهم، ويقال ونكتب ما قدموا يعني تكتب أعمالهم، تكتب أعمالهم الكرام الكاتبون ما عملوا من خير أو شر، ونكتب ما قدموا وآثارهم يعني ما استنوا من سنة خيرا أو شرا عملوه واقتدى بهم من بعدهم، كل هذا يكتب، فلهم مثل أجورهم أو عليهم والعياذ بالله مثل أوزارهم من غير أن ينقص منهم شيئا. وهذا كقوله عز وجل ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة إلى آخره. الله. وقال مجاهد وآثارهم يعني خطاهم، وروى مسروق أنه قال ما خطى عبد خطوة إلا كتب له بها حسنة أو سيئة، وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال إن بني سلمة ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد منازلهم من المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم فإنما تكتب آثاركم، دياركم يعني إلزموا دياركم لا تنتقلوا، كانهم يريدون أن يبيعوا ديارهم بيوتهم البعيدة عن المسجد وأن يشتروا بيوتا قريبة من المسجد، فقال لهم عليه الصلاة والسلام دياركم إلزموا بيوتكم ولا تقتربوا من المسجد. ليه؟ لأن بعد بيوتكم عن المسجد فيه خير عظيم لكم تكتب آثاركم. ثم قال وكل شيء أحصيناه أي حفظناه وبيناه في إمام مبين يعني في اللوح المحفوظ. ثم قال الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا
وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.